القادة في كل مجال، ندرس فكر مع فكرة، حياتنا نعيشها بالآمال، ونرسم حلمنا لبكرة، نسافر رحلة الأيام، نحقق فرحة الأحلام. مع القادة في كل مجال، ندرس فكر مع فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. نتحدث في هذا اللقاء تحت عنوان مصر تتحدى الأزمات. هو أولا هناك فرق ما بين المشكلة والأزمة والكارثة والمصيبة. المشكلة تبقى حاجة بسيطة، طالع من بيتك رايح شغلك، رايح مسافر، فتلاقي الطريق اللي قدامك كده مقطوع، في تحويل طريق، مشكلة بسيطة تتغلب عليها، تلف تروح مكان تاني، في عندك مخارج هتعرف تخرج منها. أما الأزمة المشكلة تتصاعد معاك، تتحرك يمين مش عارف، شمال مش عارف، ترجع فأصبحت في أزمة. الكارثة لا، شيء يحدث مفاجأة، يعني يمكن الأزمة هناك استعداد ليها، عشان كده بتلاقي في كل الوزارات، في كل الدول، في كل المؤسسات إدارة الأزمات. أما الكوارث فبتحدث مفاجأة، فيولد الأمر بالنسبة للأزمة صغيرا ثم يكبر أو يصغر تتحكم فيه. حصلت أزمة، إذا عرفت أتعامل معها صح بقدر أنهيها أو أتغلب عليها، ما قدرش أتعامل مع الأزمة لا، تزداد ويخرج الأمر من اليد وتصبح أمر صعب. أما الكارثة تولد كبيرة ثم بعد ذلك تصغر، عشان كده يقول لك كل مولود يولد صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تولد كبيرة ثم تصغر. على مر العصور الدول لازم تتعرض لأزمات، حتى على المستوى الشخصي، الشخص نفسه، الأسرة بتتعرض لأزمات، وربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان مننا يقدر يتعامل مع الوضع اللي هو فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخيل كل ما يحدث لك من مشاكل، من أزمات، من كوارث، من مصائب، باستطاعتك أنت أن تخرج منها. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا ناخد بالأسباب. طيب أنا الأول عشان أحافظ على أحافظ على عدم تعرض المجتمع للأزمات والكوارث، أكيد أبدأ من الأسرة وأحافظ على الأسرة، بحيث الأسر لا تتعرض للأزمات أو تقل فيها الضرر، نسبة الضرر بالنسبة للأزمات. طيب ما هو أنا لو عايز أبعد الأزمات عن الأسرة، أبعد الأزمات عن الفرد، لأن المجتمع عبارة عن أسرة والأسرة عبارة عن أفراد، فالفرد هو نواة المجتمع. طب ما تيجي نقول لعاوزين أي إنسان كيف يتعامل في ظل هذه الظروف ويبتعد تماما عن الأزمات. ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الشخص بنفسه إزاي يتعامل؟ بقول لك عشان تتعامل مع الأزمات لابد أن أنت تحافظ على نفسك الأول. ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن هذه النفس أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ولذلك حتى الانتحار عندنا حرام. طب إزاي أحافظ على نفسي؟ أحافظ على نفسي بثلاث حاجات: أحافظ على ديني، أحافظ على عقلي، أحافظ على صحتي. ثلاث حاجات. إزاي أحافظ؟ طبعا كلنا عارفين إزاي أحافظ على الصحة، أمارس رياضة، أكل أكل صحي، أبتعد عن التدخين، أبتعد عن المسكرات، كل ده يؤدي إن الإنسان يكون قوي. أحافظ على عقلي، إن أنا أقدر أستخدم العقل كتير. يا جماعة احنا تعودنا على التليفونات
حتى لما تيجي تضرب رقم في رقم 2 في 2 عايز تضرب على الآلة الحاسبة، ما بنشغلش مخنا. تلاقي أبائنا رحمة الله عليهم يكون معاها ابتدائية أو إعدادية وما شاء الله في الحساب كان يمسك الورقة والقلم لأن عقله بيشتغل. إحنا خدنا أجازة من عقولنا، أخدت أجازة. لكن هذه الأزمات كلها يا جماعة لازم نتغلب عليها في ظل الوضع اللي إحنا فيه. أنا هكمل موضوع الأزمات، لكن أمس كان في محافظة الفيوم اجتماع خاص بالجامعات المصرية في وجود وزاري وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر لابد وأن نذهب إلى صاحب البيت وصاحب الاستضافة الأستاذ الدكتور أحمد شديد رئيس جامعة الفيوم. سلام عليك يا دكتور، أخبار حضرتك يا دكتور؟ كل عام وأنت بخير. بداية يا رب إن شاء الله. معالي الدكتور، أمس استضافت جامعة الفيوم هذا الاجتماع الذي أسفر عن عدة نقاط مهمة. عايزين نعرف من حضرتك لماذا كان هذا الاجتماع وما هي القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع. تمام. وضع السياسات خاصة بالتعليم في مصر. تمام. فالحمد لله يعني النتيجة لثقة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ومعالي الدكتور خالد عبد الغفار في جامعة الفيوم تقرر عقد هذا الاجتماع في رحاب جامعة الفيوم. يمكن الحدث ده ما يعني ما بيتكررش على كل عدة سنوات. تمام. فشرفنا امبارح بحضور معالي الوزير أستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وأستاذ الدكتور طارق شوقي و 27 رئيس جامعة مصرية بالإضافة إلى جامعة الفيوم، عقد اجتماعهم على في رحاب جامعة الفيوم. 27 جامعة على أرض الفيوم. الحمد لله. تمام. البداية الحمد لله كانت في الحرم الجامعي بجامعة الفيوم بمدينة الفيوم، وشرفنا بوجود معالي الوزير الدكتور خالد أبو غفار ومعالي الدكتور طارق شوقي. تم افتتاح العديد من المشروعات الإنشائية داخل جامعة الفيوم. تمام. كانت بدايتها بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ثم المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات، ثم مبنى المدرجات المركزية، ثم مقر الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، ثم اختتمناه داخل الحرم الجامعي بافتتاح احدث مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل والقياسات الفسيولوجيه بجامعه الفيوم. معالي الدكتور، استفسار لو تكرمت، حضرتك ذكرت الجامعه المصريه للتعليم الالكتروني، تختلف عن الجامعه المفتوحه؟ بالتاكيد. هو حضرتك الجامعه المصريه للتعليم الالكتروني دي هي يمكن قد تكون هي اول جامعه مصريه بنظام التعلم الالكتروني تم انشائها، ودي مقرها الأساسي بجامعة القاهرة. فجامعة الفيوم عملت اتفاقية مع هذه الجامعة، بمقتضى هذه الاتفاقية بيتم افتتاح فرع لهذه الجامعة أو تم افتتاحه بالفعل داخل جامعة الفيوم. بيتم التعليم فيها بشكل كامل عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، عن طريق اللوحات الذكية وعن طريق المنصات التعليمية. بنطبق في هذا المركز تدريب برنامج مميز، برنامج خاص بالحاسبات والمعلومات وبرنامج خاص بإدارة الأعمال. معالي الدكتور، أكيد لها شروط معينة، يعني أي حد عايز يستفسر عن هذه الشروط من أين يحصل على هذه المعلومة؟ أولا هي هذه الجامعة بتتبع التنسيق العادي، يعني لها تنسيق خاص بيظهر يتبع مكتب التنسيق الحكومي. تمام. التقدم لها بيتم الكتروني، الطالب بيدخل على مقر الجامعه بيقدر يتعرف على شروط القبول وعلى المجموع اللي بيقدر يقبل يعني يلتحق به طالب هذه الجامعه يعني. تمام. معالي الدكتور، كان في برضه بعض الاشاعات كثيره ومطالبات من بعض اولياء الامور لتاجيل الامتحانات، هل تم مناقشه هذا الامر؟ هل سيحدث هناك امر بخصوص هذا الامر؟ والله يا فندم اقول لحضرتك من المصادفات الغريبه شويه ان احنا كنا في اثناء الافتتاحات داخل الحرم الجامعي ولم يتم عقد اجتماع لمجلس اعلى الجامعات، اذ نفاجئ بخبر نازل على لسان المجلس الاعلى للجامعات بان احنا اجتمعنا وقررنا تاجيل الدراسه وتاجيل الامتحانات.
وهذا لم يحدث. اساسا لم يكن قد تم عقد اجتماع للمجلس الاهلي الجامعات. تمام تمام تمام. وطبعا تم نفي بمجرد ظهور هذا الخبر في خلال دقائق معدوده، تم نفي من قبل مجلس اعلى الجامعات ومن قبل مجلس الوزراء. وانتقلنا بعد كده بعد ما ذكرت المعاليك، بعد الافتتاحات المميزه داخل الحرم الجامعي، انتقلنا الى مقر جامعه الفيوم على شاطئ بحيره قارون بالفندق الخاص بالجامعه. تمام. وتم عقد الاجتماع الرسمي للمجلس الاعلى للجامعات اللي تم فيه بقى مناقشه العديد من الموضوعات، كان من اهمها التاكيد على استمرار العمليه التعليميه واستمرار الدراسه داخل كافه الجامعات المصريه بالشكل العادي خالص، والتأكيد على جاهزية الجامعات المصرية للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالطرق المتفق عليها مسبقا مع كافة الجامعات المصرية. تمام تمام. يعني عكس الشائعة اللي كانت بيقول في تأجيل. نعم يا فندم. عكس ما قيل ان كان في تأجيل، لا اثبت. عكس ما قيل يا فندم. لا يا فندم. تمام. لم يتم طرح هذا الموضوع من الأساس، تأجيل سواء دراسة او امتحانات لم يتم تأجيله، بل بالعكس ده تم تأكيد على استمرار الدراسة واستمرار تجهيزات لأعمال الامتحانات. ويمكن كانت من الغريب أن أثناء وجود هذه الشائعة كانت المحاضرات شغالة جوه الجامعات، وكان في بعض الامتحانات شغالة حتى يعني معالي الوزير وهو بيتفقد بعض المدرجات داخل جامعة الفيوم، دخل أحد المدرجات وكان في ذات الوقت كان في امتحان شفوي لطلاب احدى الكليات، كان شغال في الوقت اللي انتشر فيه الشائعه بتاجيل الدراسه وتاجيل الامتحانات يعني، واللي كانت من الحاجات الغريبه شويه. الدكتور احمد جابر شنيد رئيس جامعه الفيوم، شيء جميل جدا جدا ان تستضيف جامعه الفيوم 27 ممثل من كل الجامعات المصريه. طبعا. وتم مناقشه بعض الامور، عايزين نعرف من حضرتك اهم الامور اللي تم مناقشتها واهم القرارات التي تم اتخاذها في هذا اللقاء. يعني هو يمكن اهم القرارات اللي تم مناقشتها زي ما قلت لحضرتك التاكيد على استمرار العمليه التعليميه بنظام التعلم الهجين. تمام. اللي هو تم الاتفاق عليه من قبل عن طريق تقسيم الطلاب الى مجموعات بحيث بقلل الكثافه الطلابيه داخل الحرم الجامعي حفاظا على ابنائنا الطلاب وعلى كافه العاملين بالجامعه. تم التاكيد على تطبيق كل الاجراءات الاحترازيه بكل حزم واستمرار في تطبيقها خلال المراحل القادمه. تم التاكيد على ان مواعيد الامتحانات المحدده سلفا هتتم في مواعيدها. تم التاكيد على جاهزيه المستشفيات الجامعيه لاستخدامها كمستشفيات عزل او بعضها كمستشفيات عزل وقت الحاجه وقت لا قدر الله جاء يعني حصل امور مستجده. تم التاكيد على برضه ضرورة الانتهاء من الفصل الدراسي الأول في مواعيده المقررة. كان برضه من الحاجات اللي تم مناقشتها أو اللي تحدث فيها معالي الوزير أستاذ دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ضرورة انتظام الدراسة وضرورة تأهيل الطلبة في المرحلة ما قبل الجامعية بحيث ما يلتحقوا بالمرحلة الجامعية يكونوا على قدر كبير من المعرفة. تم التأكيد على تفعيل بنك المعرفة وتطويره. حي موضوعات كثيره. تم التاكيد على كان برضه من الحاجات اللي تم مناقشتها هو الموافقه من حيث المبدا من قبل مجلس اعلى الجامعات على انشاء جامعه جديده بمدينه الغردقه بناء على طلب مقدم من جامعه جنوب الوادي. تم التاكيد على اضافه اللغه الالمانيه كماده اختياريه لكليات القطاع الطبي والقطاع الهندسي، بالاضافه طبعا الى بعض الموضوعات العديده، لكن دي يمكن كانت من اهم الموضوعات اللي تم مناقشتها. كماده المانيه تكون اختياريه بالنسبه للطلبه في الكليات الطبيه؟ تم يعني تم التوافق على اضافه اللغه الالمانيه كماده اختياريه لطلبه كليات القطاع الطبي والقطاع الهندسي، لان زي ما حضرتك عارف معظم الطلبه بتدرس بشكل طبيعي مقررات خاصه باللغه الانجليزيه. تمام. او مقررات خاصه باللغه الفرنسيه. فكان هناك تفكير في ضرورة التواصل مع الجهة خاصة بمقررات اللغة الألمانية وهي معهد يسمى معهد جوتا، فتم الاتفاق على تجهيز مقرر خاص بالطلاب يمكن تدريسه كمادة اختيارية وتكون البداية بطلبة الكليات الطبية والكليات الهندسية،
طبعا نتيجة لتوطيد العلاقات والعلاقات المميزة اللي بتربط بين مصر وبين أو بين الشعب المصري والشعب الألماني، وكذلك بين القيادة السياسية المصرية ممثلة في خامس الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة الألمانية ممثلة في المستشارة الألمانية. شيء جميل جدا يكون في تواصل مع الشعب المصري وكل شعوب العالم. مصر قادرة طبعاً. إن شاء الله وستصل لأعلى القمم بإذن الله. الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، شكرا لحضرتك. يمكن جماعة بنقول إحنا في وقت أزمة ومصر تتعامل مع وتتحدى الأزمات، مش مع الأزمات كمان يكون عندنا شائعات، والشائعات دي سلبيات كلها ما فيهاش إيجابيات. يعني لما يكون في اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات وشغال وتطلع شائعة إن في تأجيل الامتحانات، مدى التأثير النفسي على الطلبة وعلى أولياء الأمور المستعدين اللي خلاص يدخلوا امتحانات وفجأة يحدث هذا الأمر؟ عشان كده الكلمة مسؤولية، ويجب إذا كانت الكلمة مسؤولية على المطلق فأثناء الأزمات يجب من يطلق شائعة أن يحاسب. يا جماعة مش ناقصين البلد دلوقتي حاليا فيها اللي يكفيها مثل ما يقال. مصر تتحدى الأزمات، أزمة كورونا وما وصلنا إليه، بنفقد كل يوم أحبة أصدقاء علماء. رئيس نادي الزمالك معالي المستشار يعني لسه من شهر ماسك نادي الزمالك رحمة الله عليه، رياضيين كتير جدا، فنانين، علماء، أطباء، كل يوم يا جماعة بنفقد بسبب جائحة كورونا أحبة لنا. عايزين نتعامل على قد الموقف ويكون عندنا القدرة على التعامل مع الأزمات. معنا أما على الهواء مباشرة الأستاذة ملك من القاهرة. السلام عليكم أستاذة ملك. ألو، يبدو الاتصال انقطع، ممكن نحول مرة تانية أستاذة ملك. فبنقول يا جماعة احنا مصر مثلها مثل دول العالم تتعرض لأزمة جديدة جدا جدا، كورونا. هي أولا قدرة الله سبحانه وتعالى قادر أن يخرجنا منها يا رب على خير، ويحفظنا ويحفظ أزواجنا وأولادنا ويحفظ بلادنا وأحبابنا ويحفظنا كلنا يا رب. لكن والله برضو ربنا رحيم بمصر، يعني أنا شايف دول كبيرة جدا جدا، اقتصاديات مهولة اهتزت، وأصبح الأمر عندها وصل في بعض الأوقات مش لاقيين الطعام، أو نوجد وجد بصعوبة أو وجد بقلة. بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا في مصر مش حاسين بهذه الأزمة. يعني ما شاء الله، ادخل أي سوبر ماركت، ادخل أي مكان، كل حاجة موجودة وزيادة. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما مصر كانت طعاما وشرابا للدنيا كلها أكيد هتستمر كده برضو إن شاء الله. يا جماعة مصر بتتكلم في 100 مليون، أنت عندك ضيوف، اللهم لا منا ولا أي شيء، بالعكس أهلنا وأحبابنا وإخواتنا من كل الدول العربية، وأي من يأتي إلينا من مصر أكثر من 30 مليون على أرض مصر غير المصريين. يعني ربما يقترب في بعض الأوقات مصر 140 مليون يعني، ورغم كده ما شاء الله الخير موجود وفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا موجود، لأن هي مصر يا جماعة. قدر الله أن مصر ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي منذ البداية وستستمر حتى النهاية. فبنقول يا جماعة أنا الإنسان ربنا كلفني أن أنا أحافظ على نفسي، وقلت في البداية أحافظ على نفسي بثلاث حاجات: أحافظ على ديني، أحافظ على عقلي، أحافظ على جسمي وقوتي صحتي. مرة تانية الأستاذة ملك رجعت لنا مرة تانية. السلام عليكم أستاذة ملك. الأستاذة ملك من القاهرة. ألو أستاذة ملك، لو سمعاني أنت على الهواء مباشرة هنتفضلي حضرتك. ألو، طيب كنترول ممكن في مشكلة في الاتصال معاه. يا أستاذة ملك لو سمعاني. السلام عليكم. يبقى في مشكلة عندي في التليفون يا شباب، يا ريت قبل ما تدخل على الهواء تأكدوا إن الصوت وصل إن شاء الله. فبقول إن الإنسان يحافظ على عقله، يحافظ على صحته، يحافظ على دينه. إذا حافظت على الثلاث حاجات دول أنت حافظت على فرد في الأسرة. بالتالي لو كل فرد في الأسرة عمل نفس الشيء فهو بنحافظ كده عن الأسرة. لما نحافظ على الأسرة إحنا بدأنا نحافظ على المجتمع.
والمجتمع يا جماعة أمانة، كل إنسان في هذا المجتمع وفي أي مجتمع إن لم يحب بلده في عنده حاجة غلط. مش من الطبيعي ولا المنطق إن في إنسان يكره بلده أيا كان السبب، مستحيل. فالإنسان مننا يحافظ على نفسه، يحافظ على بلده. طب إزاي أحافظ على بلدي؟ إن أنا في أثناء الأزمة أكون موجود بين الناس. أزمة كورونا اللي عدت يا جماعة، في ناس من الرعب، ناس من الخوف ما نزلتش وما شاركتش وما قدمتش أي حاجة. طب المرة دي هنكرر نفس المشكلة برضو تاني؟ ولا عندك استعداد كده إنك تنزل؟ هتقول طب ما هو أنزل إزاي ومشكلة؟ طيب يا جماعة أنا أعرف ناس نزلت في الأزمة الأولى وكانت لما تسمع إن فيه مصاب في مكان يروحوا للمكان ده ويطهروه ويقفوا معاه وربنا سبحانه وتعالى نجاهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيقول يعني لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، يعني كل شيء بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ياما ناس كانت عندها إجراءات احترازية قوية جدا جدا وأصيبت، وياما ناس كانت واخدة بالبساطة وربنا نجاها. مش معنى كده أن أنا أمشي، لا، أنا أخد بالأسباب وفي نفس الوقت أقول لنفسي إيه اللي أنا هقدمه؟ بلدي، إيه اللي أنا هقدمه لقريتي؟ إيه اللي أنا هقدمه لمركزي؟ إيه اللي أنا هقدمه لمحافظتي؟ إيه اللي أنا أقدر أقدمه لمصر؟ إيه اللي أنا أقدر أقدمه للعالم كله؟ خليك إيجابي وتعامل على قد الحدث. يا جماعة إحنا في أزمة كبيرة جدا جدا، إذا كان بنقول مصر تتحدى الأزمات، فمصر إذا كانت تتحدى الأزمات يجب على كل إنسان على أرض مصر أن يتحدى أيضا الأزمات. حاول تتعامل مع الجميع معاملة لا ضرر ولا ضرار. معنا الأستاذة شيماء من القاهرة. السلام عليكم أستاذة شيماء. لو كانت المشكلة عندنا إحنا يبقى يفضل عدم دخول التليفونات. فبنقول إحنا عايزين الإنسان مننا في الفترة دي بالذات يا جماعة يؤدي، لأن الأعمار والله دلوقتي بقت قريبة قوي، يعني كل يوم بنفقد أحبة وأصدقاء وش أمر مرعب. طيب إحنا منتظرين دورنا يا جماعة. النبي بيقول لك لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لو في إيدك نخلة كده القيامة بتقوم، طب هتعملها ليه؟ لا، هو الدين بتاعنا بيقول لك كده، مهما كانت الأزمات اشتغل، أمن نفسك، خد احتياطي. شيء جميل جدا جدا لما تلاقي شاب كده كاتب كده أن أي حد عايز حد يوصله بسيارته أنا مستعد. شيء جميل جدا جدا لما كنا بنسمعها في البداية، أي حد عايز خضار عايز حاجة من الصيدلية الشباب يجيبوها. شيء جميل جدا جدا تلاقي الشباب متطوع في أزمات لتغسيل حتى الأموات في ظل هذه الظروف. شيء جميل جدا جدا لما تلاقي جروبات كده معمولة للمساعدة. شيء جميل جدا جدا لما تلاقي مجموعة أطباء مع بعض رجال الأعمال مع بعض المتطوعين يعملوا جروب معين لتوصيل الخدمة لمن يستحق. شيء جميل جدا جدا لما تلاقي كل إنسان عايز يقدم. النبي بيعلمنا يا جماعة إنما الأعمال بالنيات. طب ما تيجي من بداية الحلقة دي، من اللحظة دي واللي احنا بنتكلم فيها، إن أنا إن شاء الله هكون إيجابي، أحافظ على نفسي، أحافظ على بيتي، أحافظ على المجتمع، أأدي الفترة دي اللي أنا كنت متخاذل عنه المرة اللي عدت. رجال الأعمال، أنا عايز أقول لكم حاجة، جزاك الله خير وربنا يزيدكم، بس الوضع اللي احنا محتاجينه اللي احنا فيه ده محتاج منكم شوية التحري مع من تتعاملون. أنا ما بقولش جمعية كذا ولا لا لا لا، مانيش دعوة بالحاجات دي خالص، بس يا جماعة في بسطاء في الأرياف في القرى في النجوع ما بيعرفوش يتواصلوا حتى مع الجمعيات الكبيرة الخيرية أو أيا كان بدون ذكر أسماء حد. فحاولوا تتواصلوا معاهم، حاول تروح كده مثلا بنفسك أنت، شوف بنفسك أنت كده قد إيه لما تنزل النائب فلاني الفلاني رجل الأعمال الفلاني وينزل بنفسه هو كده ويدي الحاجة بإيده ويشوف الفرحة اللي هتكون في قلبه. أخ بيقول إن أنا كنت أعرف راجل أعمال كان بيتبرع بمبلغ، خدوا المبلغ ده وزعوه، محتاج أي حاجة ناخد منه ونودي. فمرة قلنا له إحنا عايزين حاجة غير كده خالص، خير؟ لا، إحنا عايزينك تيجي معانا المرة دي، إحنا بنوزع، إحنا رايحين لذوي الاحتياجات الخاصة، عايزين نوزع ليهم حاجات، فخليك أنت معانا.
فالراجل يعني اشمعنى المره دي يعني ما انا متعود ما بروحش معاكم يعني. واحد محب الخير ليه قوي يعني بيحب الراجل ده وشايف ان الراجل ده ما شاء الله بيعمل خير فعايز يخليه يزداد من الخير. قال له لا تعالى معانا المره دي مش هنتاخر مشواره هنرجع فيه. بالفعل راح معاهم راح مكان فيه ذوي احتياجات خاصه بدا يوزع عليهم هدايا بدا يسال كل واحد انت عايز ايه؟ طفل صغير عنده اعاقه عايز كرسي عشان يعرف يتحرك في المكان ده زي الاولاد زي الاطفال في سنه يعني عايز يكون له حركه. فلما طلب الكرسي وما شاء الله الراجل خير وجايب حاجات كتيره اتفضل الهديه والكرسي معاه. فالولد ركب الكرسي كده وفرحان طاير من الفرحه. ضحكه الولد الطفل البريء خلت الكل الموجود مبتسم. الولد لف لفه كده فبيقولوا له يعني اشكر فلان الفلاني يعني ربنا جعله السبب. فالولد لف لفه كده وقال له تعالى 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 عايزك. فالراجل راح فكر الولد عايز خدمه تاني. قال له خير وبيبتسم عايز ايه تاني؟ قال له لا بس انا عايز اشوف وشك كده واعرفك. فالراجل استغرب قال له ليه يعني؟ قال له عشان لما يوم القيامه اشوفك في الجنه واقول لربنا ان انت كنت سبب وفرحتنا. كلمة مؤثرة تأثر بها الرجل وازداد من عمل الخير. يا جماعة في الأزمات هتلاقي ثلاث أصناف من الناس. واحد مكبر دماغه وقافل على نفسه وعلى عياله وظن إن الوقاية خير من العلاج إن أنا عزل وما تعاملش مع الناس خالص. واحد تاني لا مبالاة تعامل وكأن الأمر لم يكن. لا الأول صح ولا التاني صح. التالت هو الأفضل اللي يعمل إيه بقى؟ لا أخد إجراءات احترازية وأتعامل وأقدم مساعدات وأشتغل وأروح شغلي وأنا حريص إن أنا بفضل الله أبتعد عن كل الأسباب التي تؤدي للمشاكل وفعلا من جوايا إن أنا عايز أشتغل إن أنا عايز أدي خدمة بجد إن أنا عايز أوصل بلدي لأفضل بلد وأحسن بلد. ويا ريت يا جماعة كمان أفضل من الأعمال الإخلاص. يعني هنقول للي عايز حتى يتصور عايز شو اعلامي يا اخي اعمل احنا عايزين الناس تستفيد بس اللي هيعمل عشان شو اعلامي وعشان الناس تتكلم هي الناس هتتكلم بس مش هياخد اجر. افضل من كل بقى ده اشتغل بس خليها خالصه لله سبحانه وتعالى. خلي فعلا من جواك انت عايز تأدي خدمه انت عايز تساعد الناس. سيدنا عثمان بن عفان لما كانت في ازمه والمدينه كلها وفجأة يجيله جمال محملة بضائع التجار رجال الأعمال بيستغلوا الفرص فرصتهم بقى هنعلي السعر ونحتكر البضاعة وهنبيع بالأسعار اللي احنا عايزينها. فالتجار الكبار اللي هم رجال الأعمال اللي هم المستوردين اللي هم الوكلاء اللي هم أصحاب الأمر في المدينة راحوا لعثمان بن عفان. يا عثمان نريد البضاعة اللي انت جايبه ده كله هنشتريه منك زي ما رجال الاعمال بتعمل احتكار. واحنا كل التجار جم ونعطيك الدرهم درهمين. دفع 1000 خد 2. سيدنا عثمان يقول لهم لا زادني غيركم يعني انا جالي عرض سعر احسن من 1000 ب 2000 ازاي دي؟ لا في عرض احسن من كده. قالوا له خلاص يا عثمان الدرهم ب2 ال1000 ب2 لا في احسن. احسن مين؟ التجار اللي قاعدين الكبار هم معقول حد من التجار الصغيرين هو اللي هيطلب الطلب ده مش هيقدر يشيل البضاعه دي كلها. خلاص يا عثمان الدرهم ب3 فيرفض عثمان الدرهم ب4. التجار يبصوا لبعض كل التجار موجودين لو في حد من التجار الكبار مش موجود مش قاعد معاهم ممكن يفكروا ان ده ما جاش يبقى هو اللي مظبط مع عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقال يا عثمان من غيرنا زادك؟ التجار الكبار اللي قاعدين وفي حد غيرنا زودك السعر ده يا عثمان؟ فسيدنا عثمان قال كلمة يا جماعة من قلبه قال زادني من قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يا جماعة عايزين في الفترة دي النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. كل حد بيسمعني الآن كل حد يسمعني لاحقا كل حد يصل لي هذا الأمر أنا هقول الكلمة دي من قلبي وأتمنى توصل للشعب المصري كله. لازما يا جماعة كلنا في اللحظة دي وقت ما تسمعني حط عندك نية. النبي بيقال داووا مرضاكم بالصدقة حتى لو كنت فقير خلي نيتك ان انت هتتبرع ب5 جنيه ب10 جنيه اكتر اقل المبلغ تقدر عليه
وعنوان التبرع ده هتقول ايه بقى؟ ان ربنا يشفيني ويشفي اسرتي ويشفي كل مريض ويبعد عنا الوباء. صدقوني بجد بهذه النية هنقدر نجمع مبالغ كويسة جدا جدا، وهنقدر في نفس الوقت نحمي أسرنا وأولادنا بهذه الصدقة البسيطة. داووا مرضاكم بالصدقة. كل إنسان يجي لعنده يلا حذر من الكلام فيها دي ويحدد مبلغ دوت حاليا. أنا عن نفسي هستنى ثانية كده وأحدد مبلغ بينه وبين ربنا وهخرجه إن شاء الله خلال الأيام القادمة دي. المبلغ اللي أنا هحدده أنا اخترته. يا ترى أنت اخترت واخترت كام؟ ما تقولش للي جنبك، ما تقولش لزوجتك، ما تقولش لابنك، خليها بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. حدد بس المبلغ معايا دلوقتي حاليا. أيا كان المبلغ بقى، أنا عن نفسي حددت مبلغ، أنت حددت كام؟ بالله عليك قول دلوقتي حاليا، حددت كام؟ تمام، خلاص المبلغ اللي أنت بقى حددته ده اتعب بقى شوية كده وانزل اعمل زيارة للمستشفيات مع أخذ الإجراءات الاحترازية. أو بلاش مستشفيات لو أنت خايف. اذهب وروح للفقراء. احنا داخلين يا جماعه، احنا بنتكلم مصر تتحدى الازمات، احنا عندنا فصل شتاء قادم. كم من انسان لا يستطيع ان يعيش بدون غطاء؟ ناس كتير جدا محدش يقدر يعيش بدون غطاء. كم من انسان لا يستطيع ان يحصل على هذا الغطاء؟ معنا الاستاذه ملك من القاهره، رجعت لنا مره ثانيه. السلام عليكم استاذه ملك. عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اخبارك؟ انا الحمد لله تمام. اتفضلي. بس في اختصار كده شديد، انا امي بتاخد معاش عن بابا، تمام؟ تمام. اللي حصل ان شهر 12 جينا اسحب من الكارت، لقيت المعاش وقف، فرجعت للتامينات الموجوده في بورسعيد، قالوا لي اصل انتوا حضرتكوا الكروت بتاعه التامين او التامينات كلها تحولت لكروت ميزه. تمام. تمام، لازم اروح اي بنك او اي بريد عشان اطلع كارت جديد واجيب جواب. تمام. عملت كل دوت عشان ليا معرفه في البنك فخلصتها. تمام. وانا هناك في التامينات سالتهم في اجراءات تانية هتتعمل، قالوا لي لا يا فندم، طالما انت ماما كانت عامله لي توكيل عشان حكم السن. تمام. اوكي. فبعد كده لما روحت قالوا لي لا مفيش اجراءات. لما روحت تاني بعد 10 ايام عشان يحولوا لي شهر 12 لهواله. تمام. اوكي. فاللي حصل ان قالوا لي لا التوكيل ما اتلغاش او ما توقفش. طب ما انا سالتكم، قالوا لي لا لازم يتلغي. طب اعمل ايه؟ ممكن تقدمي طلب ويتلغي. عملت كده. بعد 10 ايام تانيين رحت اشوف الاجراء اللي اتخذ، لقيت ما فيش حاجه اخذت، يعني كل حاجه واقفه. تمام. استني كمان اسبوعين علشان البنك مصر يبعت لي موافقه بالحواله. طب وبعدين؟ سيبك مني، انا ممكن اقدر اصرف من شغلي والكلام ده كله. اللي صعب عليا هناك اني مفيش روتين. الروتين شغال على طول جدا. ناس كتيره كبيره في السن واقفين، مش عارفين برضو ياخدوا معاشاتهم. استاذه ملك، يعني افهم من حضرتك كده ان انت بتتكلمي على كثره الاجراءات وقله الانجاز. بالظبط. شكرا لحضرتك. اوكي ماشي. الاستاذه ملك بتقول يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها وعلى تيسير الامور، هو برضه يا جماعه المفروض لما اجي من حق الدوله تراجع المعاشات، طبعا من حقها تراجع التكافل وكرامه، لان في ناس بتاخد وما تستحقش، بس المفروض لا تقطع مره واحده كده، يعني في انذار مثلا او في تمهيد او في امور كتيره جدا. يعني تكافل وكرامه على مستوى مصر غير عادله. في ناس تستحق وما بتاخدش، وفي ناس لا تستحق وبتاخد، فمن حق الدوله تراجع. كمان في مجاملات في الوحدات المحليه وفي الاحياء، بجامل فلان وبنسى فلان، واذا حد لا يستحق اخد فبياخد على حسابه واحد فقير يستحق. فبنقول الاجراءات، ويا ريت كمان يكون عندنا في القانون اللي هو اخد تكافل وكرامه وهو لا يستحق تسترد منه باثر رجعي، ويكون في غرامه عليه كمان. يا اما هو بنفسه يروح يبلغ ويوقف هذا الامر. ندي زي ما عملنا فتره التصالح كده، نعمل برضه فتره تصالح في تكافل وكرامه، ونقول كل انسان لا ينطبق عليه شروط تكافل وكرامه او لا يستحق هو بنفسه يروح يبلغ ويوقف هذا الامر. طب اذا ما حصلش واللي اكتشف الدوله هي اللي اكتشفت، لا يتم معاقبته واسترجاع المبلغ باثر رجعي ويغي عليه غرامه كمان، مش كده وبس. واللجنه اللي هي اختارته تعاقب. عندنا ايضا
في مصر الناس تظن ان المال العام حلال. يا عم ده مال الدولة، انا هاخد طالما ما باخدش من جيب حد. يا حبيبي ماشي، انت خدت مال الدولة اللي هو المفروض يوصل للفقراء، انت بالسلامة اخدته فما وصلش للفقراء. طيب عرفت تضحك علينا، وعرفت تضحك على المسؤولين، وعرفت تضحك على الدنيا كلها، هتقدر تضحك على ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة موضوع كورونا خير انذار لينا، يعني مفروض نتعظ. ياما ناس عندها ملايين مش عارفة تخرج من هذه الأزمة، أطباء، جيوش العالم كله وقفت عاجزة أمام هذا الفيروس، فيروس صغير. قدرة ربنا سبحانه وتعالى أرانا قدرته في شيء بسيط. معنا الأستاذة أميرة من محافظة الجيزة. السلام عليكم أستاذة أميرة. أستاذة أميرة لو تكرمتي ممكن توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. ألو. ما زالت المشكلة قائمة بالنسبة للاتصال. فبقول لي يا جماعة يعني الإنسان مننا ما حاولش تاخد أكتر من حقك يا أخي، ده اللي بياخد حقه في الزمن ده يبقى حلو قوي قوي، إنما تاخد حقك وحق غيرك وحق البلد وحق الضعفاء وحق مش رحم أبدا. طب هتروح فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ الإنسان ربنا حدد ليه عمره وقسم له رزقه، فمش هيموت إلا لما ياخد رزقه كامل وينتهي أجله. حدد الله الأعمار وقسم الأرزاق، فلن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاطمن بقى. وربنا سبحانه وتعالى كتب على كل إنسان، كل ما الإنسان يقرب من ربنا يقرب من السعادة. طيب أنا عايز أكون في أفضل حالاتي، ربنا يقولك حتى الهدف اللي أنت عايز توصل ليه، سواء منصب سواء تحصيل مال، كل حاجة لها أسباب، هتاخد بالأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب هتصل للهدف اللي أنت عايزه. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. أي حد ياخد بالأسباب هيصل، أي طالب يذاكر هينجح، أي إنسان مجتهد هيصل، لازم تاخد بالأسباب. معنا الأستاذ أحمد ناصر. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم. الأستاذ أحمد مسؤول ملف وزارة التضامن. أستاذ أحمد بحسك الصحفي لدينا مشكلة في تكافل وكرامة وتغيير الكروت التي مع الناس، كيف نتعامل مع هذا الأمر، أو ما هي نصيحة حضرتك للمسؤولين ولكل إنسان لديه فيزا أو كارت يسحب من البنك؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس عرف كنت كده يعني قريبه ان الشهاده الدكتوره نسيم الصباج انما صرحت عن موضوع تكافل الكرامه، ان تكافل الكرامه ماشيه بنظام البحث التام لموضوع تكافل الكرامه. تمام. وبالنسبه لموضوع موضوع الفيز اللي هي فيز جيزه سيتم تفعيلها في القريب العاجل، وان سيتم وظيفه الضمان الاجتماعي برضه وضحت وصرحت بان سيتم ارشاف جميع الدفاتر التي كانت تم القبض بها مسبقا، سيتم تسجيلها عبر شبكه الانترنت. استاذ احمد حضرتك يعني مسؤول ملف وزاره التضامن، ايه المشاكل اللي بتقابل حضرتك او ممكن تحل من وجهه نظرك وبسرعه بالنسبه للشعب المصري عامه يعني؟ هناك ملفات فعلا دقيقه بتبحث معها مع وزير الضمان الاجتماعي اللي هو البحث الكام لذوي الاعاقه بمنحهم بطاقه الخدمات المتكامله وخصومات على بطاقه الخدمات المتكامله، وتسليم تفعيل الفيزا لكل الجهات الحكوميه والجهات الخاصه. استاذ احمد برضو عندنا شكوى من اصحاب المعاشات يستغيثون من تحويل رواتبهم الى كروت فيزا وبتتوقف كمان. سيتم حلها وسيتم حلها فعليا مع الوزيره مباشره، وسيكون هناك حل جذري لهذا الموضوع من قبل الوزيره، والاهتمام سيكون من قبل الوزيره مباشره. بس هي المشكله ما زالت قائمه حتى هذه اللحظه، وقطاع كبير جدا من الشعب المصري بيشتكي من هذا الامر استاذ احمد. والوزيره اوضحت خلال الفتره الماضيه انه سيتم انجاز الانجاز الوزير لانهاء ازمه كارت فيزا
فيها القريب العاجل. الاستاذ احمد ناصر الصحفي ومسؤول ملف وزاره التضامن الاجتماعي، شكرا لحضرتك. فبنقول يا جماعه يعني خلاص، ما تيجي بقى نحط ايدينا في ايدين بعض، ما تيجي نخلص النيه لربنا سبحانه وتعالى، ما تيجي نقف مع بلدنا مصر، محتاجانا كلنا يا جماعه. الفتره دي مش محتاجه ان انا اشتغل على قد فلوسهم زي ما يقال، محتاجه العمل التطوعي. البلاد لا تبنى مش بالوظيفه الميري او المكان القيادي اللي انت موجود فيه، البلاد تبنى بالعمل التطوعي، بالفكر، بالعلم، بالحب، بكل إنسان يؤثر على نفسه. فترة وأزمة كبيرة جدا على مستوى العالم، الشعب اللي هيعرف يتأقلم في هذه الأزمة ويتعامل معها معاملة علمية ومعاملة فيها الحب، ربنا سبحانه وتعالى ياخد بيده. في ناس بتعامل بالمكر وبالخبث، يا جماعة المكر والخبث والحقد والحسد دي كلها نار، قبل ما بتحرق أي حد تحرق صاحبها. اوعى تفكر ان قطر الفلوس. معنا على الهواء مباشره مين؟ الو؟ كنترول لو سمحت، انا مش عايز اتصالات، انا مش سامع حاجه خالص من الاتصالات. فبقول يا جماعه يعني خلاص، يعني بالنسبه لعندنا مشكله لازم أن تحل هذه المشكله عندنا في مصر، ان يكون عندنا الحب، وحتى من الدين المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فزي ما بتخاف على نفسك وعلى أولادك، خاف على جيرانك، خاف على مصر، خاف على وطنك، خاف على الناس كلها يا جماعة. وحاول تفكرش برضو أن ربنا أمرك بالصلاة والصوم والخمس عبادات اللي هتقوم بيهم أنت كده أديت، لا ده لنفسك أنت، صمت، حجيت، صليت، كل ده يخصك أنت كشخص. إنما المجتمع استفاد منك إيه؟ عندك مليارات، عندك ملايين، صاحب منصب كبير، ما هو العائد على الشعب منك؟ هي ده مربط الفرس اللي انت قدمته للشعب. يا جماعة عمرنا عمالة تجري وخلاص، الأيام أسرع من البرق مثل ما يقال. في ناس طول ما انت سعيد وطول ما انت عايش هو العام بيمر كاليوم، ما انت إنسان مبسوط وسعيد. تخيل ان في ناس العكس تماما، اليوم عندهم عام من شدة الفقر، من شدة المرض، من شدة الألم، من شدة المشاكل. طب ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول نقف بقى مع الناس الضعيفة دي، وربنا سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مصر تتحدى الأزمات، انت كمان تقدر تتحدى الأزمات، تتحدى أزمات الفقر بالإنفاق. يا عم هو أنا لاقي حاجة أنفق إزاي؟ يا عم هو كده ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر، ما نقص مال من صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا الأمر. يمكن الشيء الجميل برضو ان بقول لك يوم القيامه ان انسان معاش غير حسنه واحده، وفي انسان عنده حسنات كتيره جدا بس هو عاوز حسنه واحده بس عشان يدخل بها الجنه. فالراجل اللي معاه حسنه واحده دي قال له تعالى، انا الحسنه بتاعتي لا هتودي ولا هتجيب، يا عم خدها وادخل انت الجنه. ففعلا خد الحسنه ودخل بها الجنه. فربنا سبحانه نظر لهذا العبد قال له لماذا فعلت، انت عملت كده ليه يعني؟ قال له الله اكراما، يعني انا معايا حسنه واحده هتوديني ايه؟ مش هتستفيد منها بحاجه، فادتها له عشان هو يستفيد. فربنا يقول ونحن اكرم منك، وربنا دخله الجنه. ناس كتيره جدا جدا يا جماعه نجحت في حياتها وربنا كرمها مش بسبب حاجه غير ان ممكن تكون حاجه بسيطه بس، حد دعا لك في يوم من الايام. في يوم من الايام وقفت جنب حد وحد دعا لك دعوه من قلبه وربنا سبحانه وتعالى استجابها. بسبب الدعوه دي اصبحت غني، اصبحت صاحب منصب، اصبحت ان ربنا سترها عليك الفتره اللي عدت دي كلها. يا جماعة احنا مش ملائكة، اوعى تفكر ان في انسان ملائكي يمشي على الارض. كلنا لنا ذنوب، كلنا لنا خطايانا، كلنا لنا ما لنا وعلينا ما علينا، لكن هو ستر ربنا علينا سبحانه وتعالى، واسأله ألا يرفع ستره عنا. ربنا سترنا فعايزين يسترنا على طول. ازاي يسترنا على طول؟ لما نستر بعض يا جماعة، مش كل ما اسمع حاجة واعرف حاجة اكتب واتكلم عن الناس. لا يا جماعة، احنا في فترة دلوقتي حاليا من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، استر الناس يسترك الله. الحاجة التانية كلنا عايزين ربنا يسامحنا، وكلنا عايزين ربنا يغفر لنا، وكلنا عايزين ربنا يرحمنا. طب ما هو النبي دلنا على الطريق، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سامح الناس ربنا يسامحك، اغفر للناس ربنا يغفر لك، إنما مش تقف على حقك ومش هينفع ومش هتنازل. طب ازاي يا جماعة؟ التغافل شيء جميل جدا في هذا الزمن، مش كل من قال لك كلمة تردها له. يا أخي عدي الأيام، الناس كلها تعبانة، ولعل وعسى الإنسان اللي قال لك كلمة ده أو تصرف التصرف ده غصب عنه وظروفه أصعب. مش كل واحد يقول لك كلمة
هتقول له 10 يبقى مش هتنطلق كده ابدا. فنقول ايه بقى في ظل الازمه دي؟ انا عايز يكون عندي جدول انا بعمله لنفسي، قلت هتصدق وقلنا نحدد المبلغ، ودي بسيطه. الحاجه الثانيه ان انا احاول ان انا عندي القدره ان انا اعرف الناس ماذا يفعلون وما لا يفعلون. بلاش يا جماعه للتجمع، بلاش موضوع العزاء، بلاش موضوع التجمع في الافراح، ناجل الحاجات دي كلها يا جماعه افضل واحسن. واكلم الناس بالاسلوب الجميل، مش قادر اتكلم وليش قدره اروح اسال للمسؤولين واقول لهم يا معالي المحافظ، سياده النائب، ايا كان المسؤول، سياده المامور، رئيس القسم، ايا كان الشخص اللي هتروح له، والله انا ساكن في المكان الفلاني، محافظه كذا، قريه كذا، تابع المركز كذا، وعندنا الافراح والمياتم شغاله ما شاء الله ليل نهار، وبيغنوا كمان لكورونا. لا، كن ايجابي، بلغ عنهم حفاظا على الارواح. لما تلاقي في مستشفى وفي ظل هذا الامر الدكتور مش موجود، الطبيب مش موجود، لا نبلغ يا جماعه ونشوف. ووكيل وزاره في كل محافظه الفتره دي محتاجه ملائكه الرحمه مدين رساله جميله جدا. الجيش الابيض فعلا مادي اللي عليه وزياده، بس معلش اتحملونا وربنا هيكرمكم. منكم ضحايا كتير جدا وعارفين هذا الامر، ونحتسبه عند الله شهداء، بس عايزين برضو يا جماعه ايه، الجيش لما بيسقط منه جندي الباقي بيكمل بقوه اكبر، وهذا ما عهدناه على المصريين في كل مكان. احنا محتاجين الاطباء بتوعنا، محتاجين خط الدفاع الاول في هذه الازمه. احنا بقى نهيئ لهم ايه بقى؟ المدرس يعلم اولادهم كويس، المهندس يشتغل لهم بضمير، سواء التاكسي اللي بيوصل اولاده او الاوبر اللي بيوصل عياله للجامعات والمدارس يحافظ عليهم، نحافظ على بعض، يعني هم في خط الدفاع واحنا وراهم بنسد في اماكنهم. يا جماعه يكون عندنا تراحم، يكون عندنا معاملات بيننا وبين بعض ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لو شاف ان احنا في هذه الازمه بنتعامل باخلاق، بنتعامل مع بعض معاملة خايفين على بعض، أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيقف معنا يا جماعة. مصر جميلة، مصر بفضل الله هتستمر وهتخرج من الأزمة، وهكون من أفضل البلاد، وهكون في القيادة، وهكون في الريادة. مصر ربنا سبحانه وتعالى حباها، كنانة الله في أرضه، مصر قاهرة كل عدو لها إن شاء الله مصر. وستسمعون قريبا خبر لا أخفيكم سرا عن الجيش المصري وعن ترتيب الجيش المصري. ما هو ترتيبه؟ هذا ما نعرفه في لقائنا القادم إن شاء الله الأسبوع القادم. سنعلن في حصاد 2020 أين وصلت مصر اقتصاديا وأمنيا. حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر ومن أحبها. إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مجال ندرس فكر مع فكرة، حياتنا نعيشها بال